واشنطن تدفع ايران الى حافه الهاويه النوويه وتنهي عهد الاعفاءات للدول المنخرطه بمشاريعها النوويه المعني تحديدا بهذا القرار روسيا ثم الصين تليهما بعض الدول الاوروبيه شركاتها مشتركه مع طهران في مشاريع مفاعل طهران للابحاث ومفاعل اراك المشغل الذي جرى تعديله لجعل انتاج البلوتونيوم للاستخدام العسكري فيه امرا مستحيلا بموجب قرار واشنطن أصبحت هذه الدول عرضة للعقوبات الأمريكية بعد ستين يوما بمعنى آخر تقول واشنطن لطهران انتهت المهلة وانتهت معها فاعلية غطاء الدول المتمسكة بالاتفاق النووي طهران اليوم وحيدة أمام خيارين لا ثالث لهما التفاوض على برنامج نووي سلمي مكشوف وشفاف لوكالة الطاقة الذرية والعالم أو الانهيار الاقتصادي بحسب المبعوث الامريكي الخاص بالشؤون الايرانيه براين هوك. رساله اوصلتها واشنطن لطهران مرارا وبطرق مختلفه من خلال حملة ضغوط قصوى تلت انسحابها من الاتفاق النووي عام 2018 لكنها الان جاءت بخطوه فعليه تدركها جميع الدول المعنيه بالقرار. فالولايات المتحده كانت تمدد بانتظام العمل باعفاءات هذه المشاريع خلال العامين الماضيين بعيدا عن التغطيات الاعلاميه